السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم. النهارده لكم فيديو جديد خالص. يلا بقى نشوف الدنيا هنعمل ايه النهارده. هناخد جوله سريعه كده في اشهر محلات اللي بتبيع بذور الناس اللي بتحب بقى الزراعه والكلام ده. محلات شامه اللي بكوس ده شارع كده مصطفى كامل. محلات شامة زي ما شايفين كده ما شاء الله بقى الزرع والقصريات الزرع. مسك الليل، مسك الليل تاني، حاجات تانية. كوبايه دي بصوا ما شاء الله فاطمة بالله اللهم بارك. ياسمين خبوزة حمراء السجادة دي اللي هي القطيفة، حاجات من الزرع الصغيرة دي، في نعناع برضو، البردقوس، الزعتر. بإذن الله هسيب لكم الأرقام برضو علشان اللي حابب يتصل ويسأل على أي حاجة. بإذن الله هتلاقوا كل بقى أنواع البذور سواء ورد سواء أي حاجة تانية، أزي لايتر كده، في حاجات كتيرة ما شاء الله. وده الزعتر، وده الريحان، النعناع طبعا اللي ورا ده بقى، في حاجات تانية كده. ايوه هي
هادي كده بقى الصبار ما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم بارك. ولا عفشة دي بقى الحاجات اللي بتبقى مش بشكلها محتاجة تتزرع بقى في ارض او في ارض يعني صورية كبيرة شكلها كبيرة. انواع تانية من الصبار دي الفل ان شاء الله بتطلع اللهم بارك. حاجات شكلها حلو قوي يعني تحطها كده على الشباك او حاجه. في طبعا نباتات ضله هنلاقيها جوه. عاملة كام دي بقى صح؟ 25 25 ده بيتاكل طلع مش زينة. سبت لكم الكارت كده زي ما شفنا فيه رقم التليفون عشان تقدروا تتواصلوا وتسألوا على الحاجات اللي انتوا محتاجينها. وزي ما احنا شايفين كده مش بس بذور ولكن في معدات زراعية، في شوالي بلاستيك، نباتات زينة، مبيدات رش وتبخير، وإبادة حشرات. هما موجودين في شارع مصطفى كامل باكوس. رقم التليفون زي ما شفنا 03-5740-348. الشوالي هي قدامنا ملونة أحجام مختلفة وأشكال مختلفة، منها اللي هو الرفيع ده ومنها المدور وأشكال كتير زي ما انتوا تحبوا بالظبط. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك، يعني كل حاجة موجودة بإذن الله. ما شاء الله لا قوة الا بالله بقى زي ما شفنا يعني كل حاجة ما شاء الله موجودة. كمان الشتلات اللي بنزرع فيها موجودة، الوان واشكال مختلفة واحجام مختلفة. كمان الحاجات الخاصة بالزرع ايا كانت بقى، سواء سماد اللي هو البتنوس او سماد تاني، يعني انواع طبعا من السماد دي. كمان حاجات اللي هي بقى للامراض الطفيليات الرش بقى، حاجات اللي بتترش دي، حاجات للنمل، الكلام ده كله انتوا عارفين طبعا اللي مهتم بالزرع عارف الحاجات كده. الحاجات دي كلها برضو ما شاء الله عندهم بيبيعوها. كمان اللي بنسقي بيه الزرع، الحاجات الخاصة كلها بالزرع اللي بنقطع بيها الزرع، مقص الزرع، الكلام ده كله ما شاء الله برضو موجود. طبعا محلات شامة من اشهر المحلات اللي خاصة بمواضيع الزرع والبذور والسماد وكل ما يخص الزرع في اسكندرية. ولكن لما نعدي الشارع في الجهة المقابلة برضو في محل تاني قدامهم، هناخد خلفية كده سريعة عن اللي عندهم. وادي معانا محلات مخروس عبد الرحمن، بذور وبدات حشرية برضو تقاوي. نشوف مع بعض هنا قديم زرع برضو، عندهم انواع من الزرع تشكيلة مختلفة. في صبارة حد؟ ده صبار اسمه خد الجميل. خد الجميل بكام؟ خد الجميل ده 15 جنيه. ده صبار مرجان. مرجان ده 15 مرة. 15 والنعناع بقى؟ أي حاجة على الستاند هنا ب 15. أي حاجة ب 15 على الستاند. في صبار بلدي تحت. في صبار بلدي برضه ب 15؟ أيوه 15. إن شاء الله. وادي نعناع سعودي، وادي ريحان، وده يا حاج ده اسمها اريكة. اريكة؟ الله اكبر. الله كل حاجة ب 15. وده عطر. ودي روزماري. روزماري. ودي اسمها منفتكة. اسمها ايه؟ منفتكة. منفتكة. ودي ورد اسمه بليانتا. بليانتا؟
كتير. وهنا ده شيح، ده اللي اسمه بنتس. بنتس أيوه. ده شيح؟ ده شيح. ده شيح أيوه. اي حاجة عاملة كام؟ 15؟ 15 اي حاجة. اي حاجة عاملة على الستاند عاملة 15. في ادي هنا جهنمية برضو ما شاء الله. عاملة كام الجهنمية؟ عاملة 75. 75 الجهنمية. واللي جنبها برضو جهنمية بس الوان مختلفة. 75 برضو؟ ايوه 75 برضو. وادي هنا ورق عنب. ايه عنب اهو. عنب اهو. عاملة كام العنبة؟ ده عاملة 65. 65 وفل؟ ده فل عاملة 40. عاملة 40 و في كاس كوندولا. في كاس عاملة كام؟ عاملة 60 جنيه. 60 والشفليرة؟ الشفليرة عاملة 30 جنيه. 30 جنيه. في بذور بقى وتقابل وكده؟ في مسك الليل اهو. مسك الليل. عاملة 20 جنيه الشلتة. عاملة 20 جنيه الشلتة. طيب في بذور؟ لا بذور لسه هننزل، بذورنا لسه فاتحين جديد بعد باب الامتحانات اللي اتحلت. في بقى حاجات المبيدات الحشريه والحاجات الحشريه المنزليه، مبيدات صحه عامه كلها. صحه عامه كلها. نمل، براغيث، صراصير، اي حاجه. في سماد؟ في سماد عضوي وفي كومبوست وفي بوتس اللي هو بنزرع فيه. بوتس اللي هو بنزرع فيه. ماشي. السماد بقى ده وده بكام؟ السماد الكيلو عامل 8 جنيه والبوتس 8 زيادة. 8 و 8 بطنس. كيلو بطنس. ادي وفي طبعا ده بيرسول زاحف ب 40 جنيه. 40 جنيه. دي بقى هوت شوت ورادي توكس، ده للنمل حشرات الزحف. النمل ما ياثروش على غير ريحه دي يعني. امن من غير ريحه. ما ياثروش على الزرع نفسه يعني الجرجير والحاجات دي يعني مثلا. لا دي ما بترش بيها الجرجير والزرع، ليه رش تاني. بس في حاجه اسمها موسيبلان. حاجه اسمها ايه؟ موسيبلان. موسيبلان ايوه. مبيد فطري. مبيد فطري. دي حاجات بقى ما تاثرش على الاكل نفسه يعني، احطها عادي. لا عادي ما لهاش اي تاثير. دي حاجات تانية اهي برضو. ودي مسلك بلعات. مسلك بالله اسمها كلين. كلين. كمان دي الشوالي. الشوالي بقى اللي بنزرع فيها برضو. في حاجه عامله 90، حاجه عامله 70. رادي توكس طاير اللي هو الحشرات الطايره زي الناموس والدبان. الحشرات الطايره الناموس والدبان برضو اهو. ده مناسي وده سايكلون لتطهير المساحات الكبيره. تطهير المساحات الكبيره. شمرات، مطاعم، اي حاجه. ما شاء الله. ودي بندلتا. برضو نفس الوقت. بندلتا. ودي مصايد فران. مصايد فران. المصيدة عاملة كام؟ المصيدة دي عاملة 40 لأن متينة شوية، ودي عاملة 30 قل شوية. ما شاء الله. وده بقى معطل الشوية والحاجات دي. وده المسكي هو. وده مورال تلميع الموبيليا والباركية والحاجات دي. مورال تلميع الباركية والموبيليا. ودي رشاشات. ودي التانك راي. اسمها ايه؟ تانك راي اللي هو 12 لتر. تانك راي 12 لتر. وده باور والبوتاجازات والمذيب للدهون والحاجات دي. ما شاء الله. باور شعبي ب 25 جنيه. 25 جنيه. والبتاع اللي فوق ده ايه ده؟ ده رشاشه بالخرطوم بتاعها، التانك بتاعها 5 لتر. 5 لتر. بتعمل 300 جنيه. اللي عنده بقى جاردن او مساحه ارضيه بيزرع بقى وبيعمل. ودي حاجه برضه للدبان بدون ريحه. عشان لو واحد عنده حساسيه طفل اي حاجه. ما شاء الله. ودي بخاخات بالتانك بتاعها ب 50 جنيه. 50. وده بقى البطمس اهو. البطمس ده بنزرع فيه. ده كومبوست اللي هو سماد عدوي نباتي. نباتي. عامل كام اللي قلنا 8 كيلو. الكيلو ب 8 جنيه. الكيلو ب 8 جنيه. ودي عجينه صراصير. واللي فوق منها ده البخور بتاع الناموس. عطر ده بخور اهو بتاع الناموس. العود ب 2 جنيه. والعلبه؟ العلبه على بعضها بتعمل 40 جنيه. بتعمل 40. وفي بقى اللي هو الحاجات اللي زي ريد بقى وال بتاع الناموس. القرص بجنيه. ومفيش الجهاز بتاعهم ده؟ الجهاز بتاعهم؟ لا الجهاز ده بقى حاجه ثانيه بقى. الجهاز بالسائل بتاعه. عامل 70 جنيه. لكن ده ما عندكش الجهاز بتاعه معايا. بس كده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو تنسوش اللايك والشير واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس على كل عشان يوصلكم كل جديد. واكتبولي تحت في الكومنت حبيتوا الفيديو ولا لا، وايه اكتر فيديوهات بتحبوها وحابين فيديوهات عن ايه تاني. بس كده، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.